عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أرجع لك دكتور شفيق، يعني لنتكلم أكثر بواقعية. لما يجتمع قارة دول مجلس التعاون ويتفقون على قضية خارجية، يتفقون على عدو محدد، يتفقون على تعامل معين مع ملف خارجي معين، سهل تنسيقيا فيما بينهم، لكن لكن من الصعب جدا أن احنا نجتمع الآن كقارة دول مجلس التعاون ويعني نحاول أن نغير شيء داخل قطر وشيء داخل عمان وشيء داخل الكويت، فما فيها ما تعتقد أن دعواتكم الآن فيها يعني بعيدة شوية عن المنطقية؟ ولذلك استمر مجلس التعاون ثلاث عقود. أكثر الأمور وقعت من خارج المنطق، حتى في واقعنا العربي أم في الواقع العالمي، من خارج المنطق جاءت الكثير من التغيرات. يعني على سبيل المثال معارض الكتب، تكتشف أن هناك كتب كثيرة سمح لها ورقابة أقل في المملكة العربية السعودية، وتكتشف أن رقابة أعلى على كتب، وأن دور النشر التي تأتي من لبنان ومصر ودول عربية أخرى تمتنع عن جذب الكثير من كتبها لأن الرقابة أعلى في الكويت. لو يصدر قرار من مجلس التعاون ويكون هذا القرار ملزم، بمعنى أنك سلمت جزء صغير من السيادة إلى مجلس التعاون في بعض الملفات، منها الرقابة على الكتب ومن يراقب الكتب. يعني أنت تكتشف أن الكتاب المراقب والممنوع في الكويت، أن كل المجتمع الذي يريد أن يقرأه يقرأه هو على الإنترنت على الآيباد وهو يقرأ الكتاب. ما المقصود؟ هل هذا تجهيل؟ هل هذا تخلف؟ هل هذا ضعف؟ هل الرقابة بهذه السطحية؟ يعني أيضا عيب علينا أن نكون بهذه الضيق وننتظر العالم ليثقفنا، ونحن ذهبنا وخرجنا وسافرنا وتعلمنا، كيف نقبل على أنفسنا هذا؟ إذن يطلع قرار من مجلس التعاون أن معارض الكتب في مجلس التعاون في الدول الستة لا رقابة عليها، فإن جاءت هنا يعفى رئيس الوزراء في الكويت من الحرج إن كان بعلاقة مع مجلس الأمة أو غيره، أنه هذه ضمن اتفاقية. يعني مش ضروري كل الاتفاقيات على الأمن وعلى السجن وعلى الضرب وعلى التحقيق وعلى الاعتقال، خلوا اتفاقيات على حقوق الإنسان، على الاحترام، على المواطنة، على الحريات، على الكتب، على العلم، على المعرفة إلى آخره. هذه القضايا إذا إحنا أردنا أن تكون منطقة مجلس التعاون واحد تقدم بهذه الثروات بهذه الإمكانيات، واحد تفاعل، واحد حريات، لا تقدم ولا تفاعل ولا إبداع حتى مسرحي وأدبي وفكري وحضاري إلا بالحريات. نعم واضحة هذه النقطة. بس نقطتك عبد الوهاب، أنت تقول بعيد عن المنطقية، هي بعيدة عن الواقع لكن ليست بعيدة عن المنطقية. هذا هو المنطق. المنطق أنه والله يعني صحيح في حساسيات، أنك الواحد يقول لا تدخل في شغل الداخلي، وأنا يعني أنا أدرى بأموري في بلدي، لكن إذا تبي هذا المنطق يقول أنه أنا الأوان بسبب يعني ما بدأ يصدر أو يبدأ نوع من أنواع عدم الاستقرار في بعض دول المجلس التعاون الخليجي، فإذا يجب التنسيق. صعب دكتور. لا أنت الآن نقول خلينا نسميها نتناصح، أن تعال أنت والله أنت شلون تشوف المشكلة عندي الآن، عندك الكويت وغيرها قاعد تتوسط بين دول المجلس التعاون الخليجي عندما يحصل خلاف بينهم. أحيانا بعض الدول تدخلت في شؤون دول أخرى بطريقة سلبية، لماذا لا تدخل بطريقة إيجابية؟ نعم، وأنا راح أستكمل معك هذا الحديث دكتور. وبما أنك طريت أيضا الخلافات الداخلية بين دول المجلس، تشرف الآن باستضافة الدكتور ظافر العجمي عبر اتصال هاتفي. حياك الله يا دكتور. والخلافات الداخلية كما قال الدكتور إبراهيم الهدبان، كيف ستؤثر على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي واستمرار هذا الكيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسيك بالخير ومشاهديك الكرام وضيوفك. حياك الله. طبعاً الخلافة الداخلية بين دول مجلس التعاون للأسف أنها من الأمور المسكوت عنها في القمم. يعني نسمع الهمسات عن خلافات لكن لا يصل لنا الكثير عن ما جرى بسبب اتباع صانع القرار الخليجي على الإدارة بالغموض. فنسمع عن بعض هذه الخلافات تتردد في وسائل التواصل، نقرأها أيضا في وجوه القادة عندما يخرجون من الاجتماعات المختلفة، لكنها موجودة الآن. رغم أن المواطن وصانع القرار السياسي يعني يشربان واحدة، ومع ذلك ما زال المواطن الخليجي لا يعلم ماذا جرى. القمة التي ستعقد في الكويت هناك الكثير من الخلافات، وليست الاختلافات بل تصل إلى درجة أعتقد أن هناك من قال أن القمة القادمة هي أما نرتقي بالعمل المشترك أو أنه سيكون هناك
تراجع أو ست باك مثل ما يقولون نتيجة قمة الكويت القادمة. الخلافان الرئيسيان أعتقد وهذا ما رشح حتى الآن أو يستطيع كل قارئ لأحداث لما يجري في الخليج، الخلاف الأول هو نتيجة التقارب الإيراني الغربي بين دول الخليج، لم يكن الاستقبال بنفس الدرجة. إيران ترى نفسها دولة عظمى بمقاييس إقليمية. هناك من يلوم الخليجيين على الاندفاع بالمباركة الحارة، فيقول لماذا يندفع الخليجيون لشراء تذكرة على تذكرة سفر على السفينة تايتانيك؟ يعني هذا المباركة أنتم تباركون الهيمنة الإيرانية على الخليج. هناك من لا يرى ذلك ويرى أن شبح الحرب قد ولى وأن الأمور يجب أن تأخذ منحى آخر. أيضا من الخلافات التي نتوقع أن تطفح أو أن تظهر على السطح ما يجري في سوريا، فهناك خلافات خليجية على تبعية الفصائل، بينما كان من المفروض أن يرقوا بالتعامل مع الأزمة السورية إلى المستوى الاستراتيجي بدل العمليات وليس تبعية الفصائل التي على الأرض. عندما أقول على المستوى الاستراتيجي هو أن يكونون من صانع القرار في جنيف، وهذه ليست سابقة وهذا ليس بالمستحيل، فقد كانت الكويت في جنيف واحد. فأعتقد أن الخليجيين عليهم أن يدفعوا بالأمور حتى يكونوا من صانعي القرار في جنيف عندما يعقد. طبعا هناك الكثير من الخلافات، لكن أعتقد أن المواطن الخليجي يعني تجاوز القدرة على التسامح إذا كانت هذه الخلافات تتمس هذا الكيان الذي جمعه. يعني فيما سبق بررت الدول صانع القرار برر معوقات مسيرة التعاون اللي تحدث عنها إخواني الأفاضل عندك عبر نظام متكامل لإدارة تقبل الشعوب. يعني هم أداروا تقبل الشعوب، الآن إلى متى سينجح صانع القرار الخليجي على أن يسوق جميع ما يجري؟ يعني تحدث الأخوان أو الدكتور الغبرة عن ضرورة وجود مرجعية مثلا لمنع أو إدخال الكتب. أنا بسأل لماذا لا يكون هناك مرجعية عندما يمنع مواطن خليجي من دخول دولة خليجية ثانية؟ لماذا لا يكون هناك مكان في مجلس التعاون يذهب إليه هذا المواطن ويشتكي من منعه من التواصل مع أقاربه في بلد آخر؟ هناك الكثير من الأمور. كما قلت أتمنى أن يعني أتمنى أن تكون ما يحيط بنا حاليا هو نفس اللحظة التأسيسية التي مرت عندما قام مجلس التعاون. نحن يعني في مفصل استراتيجي حاليا، أتمنى أن يقفز بالعمل المشترك قفزة أكثر من الهيكل القائم. الهيكل القائم أنا أعتقد أنه وصل إلى حالة الثبات. البيان الختامي لا تتغير مواده في كل مرة، لم يعد هناك ما يغري حتى المواطن الخليجي الاستماع للبيان الختامي. نعم، خليك على الخط دكتور، خليني أسمع إذا في دكتور شفيق عنده تعقيب على كلامك. لا أنا متفق مع كثير مما ذكروا، خاصة في مسألة الانتقال. أنك تفاجأ أن مواطنا شخصية معروفة من دولة خليجية يأتي إلى دولة أخرى ويمنع من الدخول وهو مواطن فيها، وقد وقعت عدة حوادث في إطار مجلس التعاون. فعندما يعني الوحدة فيها إيجابيات وسلبيات، فأنت عندما أقبل بالوحدة أيضا أقبل بأن المختلفين المعبرين عن أفكارهم بطرق مختلفة وهم مواطنون سينتقلوا. يعني لا يمكن اليوم في الوحدة الأوروبية على سبيل المثال أنت تقوم بالوحدة وتسمح فقط بمجموعة معينة من الناس بالانتقال وتلغي المعارضة أو الأطراف النقدية، لا تستطيع. هذا جزء من عملية متكاملة، وإلا أنت لا تسوق هذه الوحدة ولا أهدافها بصورة صائبة وستصيبها بالمحصلة بانتكاسة تلو الانتكاسة. نعم أنا أتفق معه بهذا الإطار. نعم. وبأهمية هذا يعود مرة ثانية لأهمية الأنسنة، أهمية الرحمة، أهمية الاتفاق على ميثاق لحقوق الإنسان في منطقة الخليج، أهمية ميثاق للتبادل المعلومات والفكر، رفع الرقابة عن الكتب، عن يعني أنت تدخل في العصر في الحداثة الحقيقية وتنفتح على نفسك وعلى العالم، وإلا لن تستطيع أن تنجح. الإشكال أنك لا تستطيع أن تبني مجلس للتعاون برؤية أمنية فقط، هذه مقدمة إلى نهاية المجلس، ومن هنا أنا معه في تمنيه. نعم. بوقوع قفزة إلى الأمام. نعم دكتور إبراهيم، تكلمت عن الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء، وأيضا يعني استطرد أكثر الدكتور
ظافر العجمي في تعقيب على ما قال هناك. يعني هذا يثبت ما يعني ذكرناه، ان كان الهدف من قيام المجلس هو الامن الخارجي. نعم. اما داخليا فيعني طبعا هناك من ينظر بتوجس الى الديمقراطيه الموجوده في الكويت. نعم. على سبيل المثال. لا لكن الان اصبح امامنا دكتور خلافات داخليه على ملفات خارجيه، يعني نعم. الخلاف العماني السعودي على حول التعاطي مع ايران. نعم. الان هذه القضيه يعني الان اذا تذكر عبد الوهاب، احنا على مدى عده سنوات ندرس كنا الطلاب في الجامعه ان هناك خوف من ان تقوم اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه بتوجيه ضربه الى ايران فينفجر الوضع في 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 حرب يعني لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. وكان قد هدد شامخاني بانه قد يعني في اللحظه اللي تضرب فيها ايران الاف صواريخ ستضرب دول مجلس التعاون الخليجي سواء يعني اهداف مدنيه او عسكريه او غيرها. فكان الحرص قدر الامكان على الا تقوم هذه الحرب. والان عندما نجد نوع من التهدئه لهذا الملف انا في تصوري علينا ان نبارك هذا التوجه. هل سيحدث فيما بعد هيمنه ايرانيه على المنطقه؟ على الوهاب ايران لا تحتاج الى السلاح النووي كي تهيمن على المنطقه. ايران تستطيع ان تهيمن بقوتها يعني باعداد المواطنين فيها بسيطرتها. ايران بالسلاح التقليدي تستطيع ان تهيمن، ايران بالسلاح الجرثومي الكيماوي تستطيع ان تهيمن اذا ارادت، هي لا تحتاج لسلاح نووي. لكن الفكره هنا انه لو قامت حرب ودمرت فيها دول مجلس التعاون الخليجي وأنفقت المليارات مرة أخرى الآن فقط أصلاً يعني على قضية حتى ما قبل التقارب الأمريكي الإيراني المليارات تنفق على شراء السلاح في دول مجلس التعاون الخليجي طائرات وسلاح أرضي وغيرها، لو أنها أنفقت على التنمية الداخلية لأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي جنة على الأرض. المليارات تنفق لماذا؟ خوفاً من إيران. فأنا أعتقد أنه يعني عندما نسارع في قضية مباركة هذا التقارب لأننا كنا نخشى من قيام حرب، فيعني سيكون نفاقا لو أننا يعني توجسنا من هذا التقارب. نعم قد يكون لهذا التقارب تكون هنا الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت ضوءا أخضرا لإيران في بعض القضايا لأنها بدأت تركز على آسيا ولم تعد هذه المنطقة يعني بذات الأهمية، لكن يعني علينا أن نفكر كيف سنتعامل مع هذه الهيمنة الإيرانية، لا أن نلوم بعضنا البعض لماذا أنت باركت له وأنت هنأته وأنت كذا وأنت زرته، هذا بالعكس يضعف الموقف الخليجي أكثر فأكثر. علينا في هذا اللقاء القادم أن ننسق إلى مرحلة ما بعد التقارب الإيراني الأمريكي، وعلينا أن ننظر كما ذكرت أنا سابقا على القضايا الداخلية والقضايا الخارجية. نعم دكتور ظافر تعقيب أخير قبل الله أختم معك. فعلا يعني أنا كنت أتمنى أن يكون هناك يعني حديث عن الوحدة الخليجية. أنا لم أرى أحد يدفع سواء من النخب الفكرية أو حتى في الصحف أو أحد، يعني كأن الموضوع نسي بينما هو حل لإخراجنا من مما نعانيه من هذا الترهل في عمل مجلس التعاون. أعتقد أن ندفع بالأمور حتى نصل إلى الوحدة الخليجية، فيها الكثير من الحلول، فيها يعني الدسبلين أو الانضباط في الوحدة الخليجية يبعد الاختلافات السياسية، لأنه لا يملك أحد حق الاختلاف إلا وزن أو في داخل المجلس ولكن ليس في خارجه كما حدث حاليا. فأعتقد أن الوحدة الخليجية بشكلها الفيدرالي مثلا أعتقد أنها ستداوي الكثير من العلل في الهيكل القائم. لكن ما في أحد يا دكتور مستعد أن يتنازل عن جزء حتى من سيادته، فكيف سيتم تحقيق الوحدة الخليجية؟ بدون شك الأمور اللي سمعنا من معوقات الوحدة، هناك قضية السيادة، هناك قضية أن بعض الدول لديها سقف مرتفع من الحرية أكثر من الأخرى، هناك أيضا وصلت لدرجة أن بعض الدول ستصبح عالة على دول أخرى اقتصاديا. لكن هذه الأمور لن نكون أول من سار في هذا الدرب. الاتحاد الأوروبي، الوحدة الأوروبية، الكثير من الوحدات قامت وحلت مثل هذه المشاكل. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. أنا ما زلت مؤمنا بأن الوحدة هي الحل الوحيد لكافة ما نعاني من مشاكل. نعم. دكتور ظافر العجمي كل الشكر لك على هذه المداخلة الهاتفية. دكتور شفيق بما أن تطرقنا إلى الخلافات الخليجية يعني وأيضا في حلقة سابقة من برنامج مواجهة تكلمنا بصراحة عن الخلاف الكبير في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين بين عمان والمملكة العربية السعودية حول تعاطي حول تطور العلاقة الغربية الإيرانية، شنو الصح يا دكتور في الموقف الخليجي الموحد تجاه التقارب الإيراني الدولي؟ كيف يجب أن يكون وشكل ومضمون الموقف الخليجي؟ يعني أنا كنت منذ زمن أعتقد أن الأمور ستصل إلى تفاهم أمريكي إيراني،
بالتأكيد كنت أرى أن أي ضربة إسرائيلية على إيران ستكون عاملة تفجير لكل المنطقة وستؤدي إلى تداعيات خطيرة على العالم وأيضا على منطقتنا. لكن أرى أن هذا كان شيئا إيجابيا أن الولايات المتحدة وإيران تحدثتا وأن الغرب وإيران تحدثوا وأن وضعت ضوابط للطاقة النووية الإيرانية ورقابة للطاقة النووية أو البرنامج النووي الإيراني، وهذا يدفع الأمور باتجاه محدد. إيران أيضا أفرزت لنا الرئيس روحاني بعد الرئيس الأسبق نجاد، وأيضا أفرزت حركة شعبية في داخل إيران أرادت، وبالتالي الصوت الشعبي أراد أن يصل إلى شيء أفضل وتطبيع مع العالم ومع منطقة الخليج. إذن علينا أن نتعامل مع هذا إيجابا لا أن نتعامل معه سلبا. إيران ليست أقوى اليوم مما كانت عليه قبل 3 سنوات، بدليل أن الأوضاع في لبنان مختلفة، الأوضاع في سوريا مختلفة، الثورات العربية غيرت من قدرات إيران في المنطقة، هي انتقلت إلى الدفاع في المنطقة. الظرف الاقتصادي الإيراني أيضا ليس إيجابيا، تكلفة البرنامج النووي، تكلفة العقوبات، هذا الذي دفع إيران أصلا لأن تصل إلى الحالة التي وصلت إليها والصفقة التي وصلت إليها. إذن كان يجب أن نقرأ هذا قبل وأن نراه، وبالتالي الدور العماني بهذا الاتجاه، عمان على مضيق هرمز لديها مصالح استراتيجية، أرى أن بالإمكان يعني بالمحصلة التفاهم مع إيران مهم، مهم للعالم الإسلامي، مهم أيضا للعالم الشيعي والسني، مهم أيضا التفاهم السعودي الإيراني ضمن ضوابط معينة، ضمن حد أدنى، ضمن صيغة، مهم أن نخلق واحة. كيف ستخلق واحة سلام في منطقة مجلس التعاون وأنت حولك واحات حرب، إن كان في إيران أم اليمن أم العراق؟ هذا لن يستمر إلا إذا سعيت وقبلت بأن تخلق واحات سلام أخرى. لا أرى إيران مهيمنة، الهيمنة مرتبطة ليست فقط قوة واقتصاد، اقتصاد قوي في منطقة الخليج، لكن الهيمنة أيضا تواجهها أين القوة الناعمة، أين الإعلام، أين الصناعات الناعمة، أين التمثيل، أين الإبداع، أين الحريات، أين القضايا التي هي عمود الفقري لأي نهضة حقيقية. وبالتالي ربما ما ينقص الإيرانيين بإمكانك أنت في منطقة الخليج أن تخلقه في واقعك وتتقدم على هذا الأساس، ولديك الإمكانية ولديك البنية. يبقى أن نعم هناك خلاف، خلاف ليس فقط تجاه إيران، إنما خلاف تجاه مصر، الخلاف تجاه سوريا، الخلاف تجاه هذا يؤيد تلك الفصائل، هذه الخلافات تنعكس. وأيضا معها التزامات مالية، يعني التزامات بحدود 150 مليار قادمة ومطروحة مع الثورات العربية والربيع، وهناك التزامات تجاه الأردن وأخرى تجاه المغرب والبحرين وعمان، وهناك التزامات كبيرة تجاه مصر وستستمر وستطول الفترة الانتقالية في مصر، وبالتالي ستطول الالتزامات كما كانت الالتزامات في الحرب العراقية الإيرانية طالت وطالت، وبالنهاية تبين أنها تبخرت لأن صدام حسين انقلب بالاتجاه الآخر. فإذن مرة ثانية، أين هي الاستراتيجية؟ أين هي الرؤية البعيدة؟ وهل التزاماتك تجاه الربيع العربي تتضمن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وقضايا التي هي الأساس الأساسي للاستقرار؟ أنا لا أرى استقرار في مصر في ظل حكم عسكري، ولا أرى استقرار في مصر بلا ديمقراطية حقيقية حتى لو على مراحل وعلى أسس. وإذا لن نبحث عن هذه الأبعاد في مصر، أما تقول لي أنك ستقصي تيارا كاملا وتتوقع أن تستقر الأمور، أرى أن هذا لن يؤدي الاستقرار وستذهب الأمور بالاتجاه الخاطئ. علينا أن نبحث عن القواعد التي تؤدي إلى الاستقرار. واضحة هذه النقطة. على نفس المحور دكتور إبراهيم، التعاطي مع إيران، مستقبل علاقتنا معهم، الخلافة السعودية العماني حول هذا الملف، وأن دول مجلس التعاون كما قال الدكتور شفيق تمشي بلا استراتيجية واضحة. سنستمر في نزف أموالنا والاستثمار في مشاريع سياسية ما لها أي عوائد يعني قيمة على مجتمعاتنا. يعني أنا يعني بداية الآن المرحلة هذه، أنا من الأهم بالنسبة لي أن أجلس مع إيران وأنظر في قضية احتواء أي تلوث نووي لمياه الخليج على سبيل المثال، أن نجد حلولا
في حال حصل تسريب إشعاعي، حصل شيء، لأن هذا يعني مياه الشرب في الخليج تعتمد على هذا الخليج. أبدأ بأمور تقنية، أضع أمور معينة متعلقة بقضية والله الاختراق، إذا كنا نخاف من اختراق إيراني، مخابراتي إلى الدول الخليجية، ونشط حتى يعني الأجهزة الأمن لدي بحيث أنها تراقب شيء كهذا إذا كان هناك مخاوف. لكن أن يعني إيران على الأقل ظاهريا هي التي تمد يد الصداقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فمن الأولى بهذه الدول أن تحاول استفادة من هذه اليد الممدودة، لا أن يعني تجاهر بالعداء، ليس من مصلحتها. وحتى الوضع الدولي لا يسمح الآن بقضية أن نعادي إيران، فلماذا لا نحاول أن يعني نكسب إيران ونحاول أن يعني نأخذ أكبر قدر ممكن من هذه اليد الممدودة، لكن في نفس الوقت نحافظ على أمننا، على ألا نخترق، على ألا يكون هناك خلايا نائمة، ألا يكون هناك تهديد، ثم محاولة استيعاب الملف المهم وهو الملف المذهبي أو الطائفي، الذي بسبب ما حصل في البحرين، بسبب أحيانا ما يحدث في المنطقة الشرقية، بسبب ما يثار أحيانا حتى في أمور تثار في الكويت على سبيل المثال، بسبب ما حدث بين الحوثيين ويعني ما يحدث في اليمن، في العراق، في غيرها، فهذا الملف أنا في تصوري يعني جاهز للانفجار في أي لحظة من اللحظات. علينا أن ننظر بهذا الخطر بالعين وأن نحاول إيجاد حل، وقد يعني تساعدنا إيران في هذا الموضوع، يعني هذه من جهة. ثم قضية التخوين وقضية والله من يعادي من، وما فعلت عمان أو ما فعلته السعودية أو ما فعل يعني السعودية في البحرين أو غيرها، أعتقد هناك داخل قمة أو في قمة الكويت يجب أن يكون هناك تجديد للعهد مرة أخرى. هل أنتم معنا في هذه السفينة أم لا؟ هل هناك فعلا نفس الزخم ونفس القوة التي عندما بدأ مجلس التعاون الخليجي كان هناك نوع من الالتزام من قبل قادة هذا المجلس بإنجاح هذا المجلس؟ هل لازلتم معنا أم لا؟ هذا نسأله للقيادة العمانية والقيادة القطرية والقيادة السعودية والقيادة الكويتية، يعني جميع القيادات. فإذا لازلنا نرى الأمور بنفس المنظار ونفس الرؤية بأن المهددات هي تلك التي نتفق عليها جميعا، إذا علينا أن نحاول مجتمعين أن نجد حلولا، ولا أن يكون هناك يعني محاولات للتأثير في حكم الدولة المجاورة أو خلافات على قضايا تتعلق بالبطاقة وشكل البطاقة وخارطة الدول والحدود الموجودة. يجب علينا أن نصل إلى حلول، لأن الآن الجميع يعني أشد حاجة لأن ينجح هذا القارب. نعم. الآن المخاطر أكبر في تصوري من المخاطر التي كانت عند قيام الثورة الإسلامية في إيران، لأن الآن المخاطر أصبحت داخلية أكثر. في الماضي كان الكل على قلب واحد داخل دول مجلس التعاون الخليجي، الآن داخل دول مجلس التعاون الخليجي الشعوب ليست على قلب واحد، وهذا خطر ما بعده خطر. ليش؟ لأن يعني بدأت تدخل أمور. ليش الشعوب ما هي على قلب واحد؟ نعم، أنا ذكرت من أكبر المهددات قضايا متعلقة بالمذهبية أو الطائفية، قضايا متعلقة بالبطالة، قضايا متعلقة بالشعور بأن هناك فساد، والشعور بالفساد هو أصلاً ما أطلق الربيع العربي في الدول العربية. أن تشعر بأن هناك نخباً تستمتع بخيرات البلاد وأنت تحرم منها. انظر يا أخي أبسط شيء، حتى في خلنا نأخذ على مستوى الكويت، احيانا الموظف لما يروح يطق يعني يحط البصمه ويروح ما يداوم ويرد بعدين يحط البصمه وتقول له حرام، هذا الرزق اللي قاعد تاخذه انت الراتب حلال ولا حرام؟ يقول لك يا اخي هذه فلوس البترول، انا الكل قاعد ياخذ، انا ليش ما اخذ؟ بدا يعني يحلل بعض الامور الحرام لانه يعتقد بان النخبه الحاكمه يعني هي تستمتع بخيرات بطريقه غير شرعيه، وانها تاخذ عن طريق الفساد، الرشاوى، الصفقات، العمولات، يعني الأمور المشبوهة. هناك مليارات قاعد تصرف وليس هناك من يحاسب، فيقول أنت بتحاسبني على الألف ولا الألفين اللي باخذهم، شوف غيري قاعد يأخذ مليارات. هذا لسان حال أي مواطن في تصور خليجي يسأل، يقول لك شوف المليارات اللي قاعد تهدر، شوف الفلوس اللي قاعد تنباق، أنت جاي تحاسبني أنا؟ أعتقد هذا الشعور هو شعور يعني بعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم. المحكومين لا يشعرون بأن بعض الحكام في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يعملون لصالحهم، البعض ينظر إلى أن بعض الحكام قد يكون أو بعض النخب الحاكمة، ليس بالضرورة الحكام، بعض النخب الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع هذه الدول على أنها كيانات مؤقتة، وأن الكثير من هذه النخب لديها منازل وفلل وقصور في الخارج، أرصدة في الخارج، ففي لحظة لا قدر الله حصل شيء في المنطقة يروح تقل هذا ويسافر، وإن شاء الله خلي الفقارة يعني يدبروا راسهم. في شعور بعدم الثقة، وهذا شيء خطير جداً. عندما يعني واجهنا الغزو العراقي، واجهناه لأن كنا على قلب واحد، جميع مواطني الشعب الكويتي على قلب واحد،
لكن في تصوري لا قدر الله الآن لو يحصل غزو آخر أو لو يحصل تهديد آخر سواء من إيران من العراق من أي جهة أخرى قد لا تجد هذا القلب يعني نفسه. في الغزو العراقي جميع دول مجلس التعاون الخليجي وقفت إلى جانبنا، لا قدر الله لو يحصل شيء مشابه أنا أعتقد أن القوة في دعم يعني الكويتيين أو الدعم الجهة الأخرى يعني أي مواطن أو أي دولة خليجية لن يكون بنفس الزخم حتى شعبياً ليس فقط حكومياً، لن يكون بنفس الزخم الذي دعمونا به في عام 90. فهناك يعني أمور دخلت على الخط، هناك يعني أمور فرقت شعوب داخلياً، وهذا في تصوري أعود أقول مرة أخرى يعني للأسف أصلاً في مؤتمرات دول مجلس التعاون الخليجي نحن كأكاديميين لا نستدعى. يعني أنت تشوف يعني الناس اللي قاعدين سياسيين وزارة خارجية وكم واحد في وزارة خارجية، لا نسأل كأكاديميين في تصوركم ما هي الأولويات، لا أحد يستشير الأكاديميين وكأن حنا يعني بس ننظر في الجامعة نعلم طلابنا، لكن فعليا أنا أعتقد أن هذا يعني هذا نتيجة الدراسات أن هناك خطر داخلي، شباب يواجه بطالة يواجه غضب يشعر بأنه هناك نوع من عدم العدالة، وهذا ما فجر الربيع العربي، وليس قضية أن والله إخوان سلف تيار ديني تيار كذا، لا الناس تشعر بعدم العدالة. وإذا عدنا إلى البحرين المثال الذي ذكره الدكتور، يعني الآن عندما لو كان يعني كثير من أبناء الشعب البحرين يشعرون بالعدالة في التوزيع والعدالة الاجتماعية، يعني حتى لو يأتي عامل خارجي يحاول تحريكهم ضد النخبة الحاكمة لن يتحركوا. لكن السؤال أنا أسأل قبل أن أتهم أن هناك أيادي خارجية وأصابع خارجية تلعب، أسأل يا أخي هل في سبب أن أبنائي ثاروا علي؟ هل أنا أعطيت أبنائي سبباً كي يغضبوا ولا لا؟ مو موضوعنا الحين تفاصيل البحرين دكتور، بس لا مو البحرين، لا مو تفاصيل، أنا أقصد داخل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. لا بشكل عام أي مجتمع، أي حاكم خليجي، أي نخبة حاكمة خليجية عليها أن تسأل هل علاقتي بشعبي طيبة أم لا؟ بس هذا قصدي أنا يعني لم أعطيت مثال، بس لأن دكتور شفيق ذكره مرتين فأنا أقول بس كل نخبة حاكمة، لأن الوحدة الداخلية عبد الوهاب هي تجعل الدولة تقف في وجه أي خطر، لكن التفكك الداخلي هذا مرض، هذا كارثة. نعم واضحة هذه النقطة دكتور، استكمل معكم هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير.